عنده مشاعر إنسانية إنه يوقف معنا، يحقق لي أمنية إنه أرجع ابني أحضنه يكون بين إيدي اللي أكرمه. لا تبكي يمي، دمعاتك هي الحرقتني، وامسح دموعك واس الزهرة بدمي. بتمنى هاي اللحظة تكون حقيقية، بتمنى يكون سعد بين ايدي، شعور لا يوصف. بتمنى تكون حقيقة، بتمنى انه زمان سعد احضنهم بين ايدي بلحظة. بتمنى هاي اللحظة اللي اشوفه احضنه واكرمه. مش عارفة اوصف هذا الوصف. انا لما شفت هدول السحرات والاشباح اللي هم حاملين التوابيت، بقول ان شاء الله في امل انه توصل رسالتنا ان شاء الله. تخيلت عادي كانه حاضر، كانه حاضر عادي يعني، بس شفته بعيد، شفته بعيد كثير عن أصحابه هون، جهاد الطيتو وأصحابه وأحمد الخطيب، أصحابه اللي استشهد معهم. قديش صار المحتجز مهند؟ صار له مستشهد السنة هاي 21 سنة، من 2002، 31/5/2002 استشهد.